الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم عن أحد تفسيرات اللي هو وودوارد هوفمان رول، اللي هي فرونتير موليكولار اوربيتال ميثود، اللي هي فرونتير موليكولار اوربيتال ميثود، اللي هي بيختصروها اللي هي FMO، عن طريق تفسير ان انا باخد بفاعل هومو فروم رياكتنت زائد لومو فروم اذر. تمام، احنا عارفين طبعا ان البوندنج انتر اكشن، يعني ان انا عشان اكون بوند لازم اخلي دايما هنا الموجب مع الموجب، يعني لازم يكون bonding and action occur only when phases are similar. ده bonding interaction. ده bonding interaction. يبقى عشان اعمل بوند لازم يبقى تمام. طيب هضرب مثال، مثلا يعني بقول مثلا التفاعل زي اللي هو باي تو سوبرفيشال زائد باي تو سوبرفيشال، عايز اشوفه سيرمالي هيديني ايه. هاخد الهومو رياكتنت، اسف، هاخد فيرمالي، هاخد هومو من وان رياكتنت واخد لومو من التاني. طيب احنا عارفين الهومو بتاع الاثيلين بوستيف فوق. طيب واللومو بتاعه، ده اللومو بتاعه اللي هو كده يعني بوزيتيف ونيجاتيف. طب ما ده هنا هيديني انتر اكشن. طب ده يقول انتر اكشن. هنا البوزيتيف مع البوزيتيف هسميها سوبرفيشال سوبر فيشل سوبر فيشل، لكن هنا نيجاتيف مع بوزيتيف سميتها انتر فيشل. يبقى معنى كده ان في واحده من واحده بوست واحده مختلفه، يبقى دي نوت سيميلر الاوت. انا عايز اقول برضو ملحوظه تانية، ان انا لو حتى عندي مثلا بوزيتيف نيجاتيف، لو عندي هنا انتر فيشر اللي هو ايه بوز مع نيجاتيف، وعندي هنا برضو انتر فيشر انتر زائد انتر في نفس التفاعل يديني ايه بوندينج، يعني ممكن اقول سالب سالب بتساوي ايه مود. يعني دي كده غلط، دي كده غلط، بس غلط في غلط بيساوي صح، غلط في غلط بيساوي ايه، يعني كده يعني انت هو عامل زي ايه سوبر يكافئ انت ده كل ده بوندنج.
طيب لكن السوق ده انت بتكافئ انت السوق ده نان انتي بني. تمام تمام هل في نوع من التفاعل اسمه ان انا ممكن هعمل يعني ايه هيحصل التفاعل وهاخد الانتي بوزيشن ويحصل التفاعل بس هيبقى اسمه ايه؟ يعني مثلا مثال هقول مثلا 2 بلس 2 مثلا سايكل اديشن مثلا باي 2 اس مثلا زائد باي 2 اس فيرمري مثلا ده هنا ده باي 2 ايه باي 2 ايه يعني هنا باي 2 اس زائد باي 2 ايه ده هنا انترفيشل وده سوبر فيش. طيب بيقول لك التفاعل ده بيحصل بس بالوضع ده كده، يعني انا مثلا هجيب الاثيلين الاولاني هبص له من مسقط راسي كده، هجيب الاثيلين التاني هم ده وهعمل كده دي انت فيش انت فيش لكن دي سودا فيش يعني دي بقت التفاعل ده فيس انت سودا بس هيمشي يعني لما يكون التفاعل عندي باي فوق سودا زائد باي باي 2 انا اسف باي 2 باي 2 انت وضعت ظروف التفاعل ده يتم مفيش مشاكل هيمشي ثيرمالي هيبقى ثيرمالي allowed اهو لان ده انت تمام هيديني مركب بالشكل ده كده دي هتلف كده تحت وتنزل تحت هتطلع لفوق السطح تبقى عاملة بالشكل ده هتبقى فاميلي مفروض باي 2 اس زائد باي 2 اي لو وضعت ظروف تمشي كده اللي هو هيبقى ايه سوبرا انترافيش على فكرة الانترافيشال يعني الانترافيشال ده بوزيشن ان هو الهجوم من الخلف على مش هو اللي بيعمل الانتي بونتج ان انا احط الموجب مع السالب وده ما بيحصلش لكن في الانترافيشال كده بوستف 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 نيجاتيف
في الانترا فيشل ان انا دورت ده كده، خليت الهجوم بقى من الناحية دي كده. اسمها انترا فيشل، انترا فيشل ده اللي هو يعني ده ممكن يحصل بهجوم كده ويحصل تفاعل بس لو at certain conditions by 2 سودا زائد by 2 انترا. وكذلك نفس التفاعل مش محتاجين نعيد احنا في ال 4 بلس 2 يعني كده. ده مثلا رومو، وده مثلا رومو مثلا يبقى الثيرما دي فلوت، لأن ده حسنا سوبرفيشال سوبرفيشال، مفيش تويستنج حصل، مفيش دوران حصل. يعني هنا بقى نيجاتيف نيجاتيف، وهنا بوزيتيف بوزيتيف، بقى فيه بوندنج. طيب لو أنا خدت العكس، خدت اللومو بيوتاداين، خدت الهومو دي 3 بوستر 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 نيجاتيف نيجاتيف بوستر. طب انا ممكن اعمل العكس، انت اسف سوبدا سوبدا بس الانتراكشن ثيرمالي طبيعي جدا. لو انا عملت اكزيتيشن، طبعا احنا عارفين ودرسناها بالتفصيل، هيبقى لهم واللوم مختلفين وهيحصل طيب هي في ملحوظة بس عايزين نتكلم فيها بالنسبة للتفاعل ال 2 بلس 2 سايكلو اديشن. هو بيحصل باي تو سوجا زائد باي تو. ايه هي الظروف اللي ممكن تحصل وتخلينا نجبرنا ان احنا نتعامل مع الانترا فيشل عشان يبقى ثيرمالي الاوت؟ هقول على حاجة، هقول ان التفاعل اللي هو باي 2 اس زائد باي 2 ايه ده؟ لوكاز اونلي وين ذا 2 دبل بونز ار ذا موست اورثوغونالي. وثقون بشكل متعامد دبل بوند كده دبل بوند تاني كده. انت شايفين طبعا هو الاورينتيشن ده اصلا، يعني انا ما ينفعش اجيب اتنين بلوكيول واحطهم كده اهوت، ده في الطبيعه ما ينفعش الا اذا اجبرتهم فراغيا.
بطون فراغيا على كده. بقول لك الاورينتيشن ده مش اكسسبل، ما ينفعش يحصل بسبب ان يعني مثلا الاثيرين اهو، الاتش اهو، الاتش اهو، الاتش اهو، هنا الدنيا مزحومة. يعني ان انا اجيب واحد تاني واحطه كده، زحمة، مش هيفضل الاورينتيشن ده. لكن انا لو انا مثلا جبت مركب زي حاجة اسمها كيتينز، يعني ايه كيتينز؟ ده بيبقى مركب عامل كده، سي بوند، سي تانية دبل بوند او. السي دي انا ملاحظ ان هي اس بي هايبريدايزيشن، هايبريدايز، يعني في فراغ اهو كده وفراغ كده، فراغ يعني دي فيها فراغ هنا وفراغ هنا. وكمان غير الكيتين ممكن تبقى الايزو سيانات برضو نفس الحكاية. يعني احنا قلنا الكيتين اهو برضو الايزو سيانات، ده هنا اس بي، اس بي، اس بي هنا فراغ، اس بي يعني كربونها 180 درجة. ايه تاني؟ في مركب اسمه اللي هو ال اسمه كوميوتيف، هتأكد ثواني، هتأكد، كوميولينز، كوميولينز اسمه، كوميولينز هو شكله ار واحد سي 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 اربعة كده مثلا من الجزء السفلي. طب ايه ميزة اللي هي الاس بي ديت؟ الاس بي دي عندها بقول لك يعني انا بقول لك الالكينز rapidly undergo by 2 s زائد by 2 a. شوف مع انه صعب بس هو ممكن تمشي كده cycle addition with ketones. يعني تخيل ان الالكين ده لو شاف ketones يتفاعل معاه التفاعل ده، طبعا اوز كوميولينز اوز ايزو سيميتس. طب واي اقول لك انا، بيقول لك عشان عندهم بيكوز they have one or more، يعني ممكن عنده اكتر من كربون على فكرة، one or more sp hybridized carbon atom. ده اول ميزة. and يعني ايه 180 درجة؟ يعني مساحة ايه جبارة، يعني فراغ لا نهائي. الميزة التانية and lake تفتقد وحدانية، يعني المرة تفتقد bear of interfering substituents at one of reacting terminal.
يعني ايه؟ يعني بتفتقد اتنين يعني بتفتقد تتخيل ان احنا قلنا في الاثنين فاكرين ان احنا الاربعه هيدروجين احنا اتزولنا منهم عاملين زحمه، فانا هشيل لك رايحك من اتنين مستبدلين منهم، يعني هخلي لك يعني الكتين مثلا بيبقى شكله عامل كده. تخيل ان هنا مفيش وده هنا مفيش، يعني هما يا دوبك واحد والتاني، فانا يعني عك الاثيلين اهوت الاثيلين مثلا كده او الالكين، يعني سيبك من الالكين اهو زحمة زحمة SP2 120 درجة، يعني ده اهو فانا لما اجيب له كيتين كده اهوت مثلا احطه فوق منه هنا فراغ، لما احط فوق منه يعني هو هيقبل الوضع ده، ان ده فاضي هيقبله. طب هناخد مثال على نوضح الكلام ده، ماشي ناخد مثال، ناخد مثلا ميثايل، ميثايل ده الكين اهوت هضيف عليه بتاع ده، هضيف عليه بتاع ده كيتين، كيتين يعني ايه؟ يعني في دبل بوند في سي دبل بوند، اهو كيتين هحط عليه كيتين مجموعة إيثر وإيثايل سي، شايفين إيه الأورينتيشن اللي هو المناسب ليهم إن أنا هجيب كده وهجيب سي البندقية بتاعت الكتين، تمام تحط هنا عايزين نلاحظ حاجة، ان دي سمول السي ده بوند او دي سمول، سمول يعني ايه؟ يعني ليس ستريكلي، ليس ستريكلي. طب يعني طالما ليس ستريكلي هتروح فين؟ هتروح ناحية البجمعات الكبيرة ديت، ما عندهاش مشاكل لان دي صغنططة، يعني تمشي في ناحية راحت الناحية التانية. طب الاو ايثايل دي كبيرة هتتوجه ناحية الهيدروجينات الصغيرة، يبقى احنا وجهنا قدرنا ان احنا عن طريق الاستيكري نوجه الكيتين الكربونايل الصغيرة ناحية المجموعات السبستيوشن الضخمة اللي في الالكين، واللي ناحية الاتش ودينا له المجموعة اللي هي الاو ايثايل اللي هي المجموعة الكبيرة. طيب
بوزيتيف بوزيتيف ده، خدت ده الغمو بتاع ده، خدت اللومو بتاع ده، ابتدي اعمل الترابط سودا ده انت سوبر فيشل، انت فيشل اهوت. الشكل هيبقى عامل ازاي عندي؟ ليه الرسمين ده تقيل؟ تقيل ده ده فوق مستوى الصفحة، طلع لفوق من دول. طب انا هعمل ايه؟ هلف دي كده هنا عشان تروح للتوازن، لان الشكل ده مش متوازن، واطلع دي فوق كده هيديني بالشكل. متخيلين انتوا معايا ان انا يعني همسك من النص هنا بايدي واشدها بحيث الف دي كده ودي كده، هيديني بالمنظر ده. هفوق ان ده عنده كده اهو، وهنا هتطلع فوق كده، والتيشيرت هترجع ورا الصفحة. ده البرودكت اللي طلع نتيجة إضافة باي باي تو اس زائد باي تو انترافيشن. نشوف مثال تاني سريع كده، حلقة 8 نضيف عليه برضو كيتين يظهر اس بي، اللعبة كله فيها اس بي اهي، فراغ اهو دي مجموعة ضخمة طبعا زي ما احنا شايفين كبيرة. شكل الاورينتيشن هيبقى ازاي؟ ديت مجموعة كبيرة دي صغيرة، هتروح ناحية الحلقة الكبيرة سي ال ال هنا ناحية الهيدروجين مفيش أي مشاكل. وبرضه هنا هنعمل ايه بقى؟ سوبرفيشال سهل اهو، ده بعيد اهو، تبقى ايه انترافيشال بالشكل ده، ركبوا فوق بعض بس بالطول، يعني واحد عامل كده والتاني عامل كده، التواصل بيبقى كده كده. هيدينا مركب عامل ازاي؟ لسه من الحلقة الثمانية.
الكربونات اللي جاية من الكتين سي ال كده سي ال كده، ده نتيجة تفاعل ثمري اللي هو ثمري ليه؟ لأن هو ده unsurfacial، لأن كل الشغل بتاع معظم القصص بتاعنا كله superficial، ما عدا هنا دخلنا في نوع جديد اللي هو unsurfacial by 2. ايه unsurfacial ده ثمري ادانا ايه الناتج دوت. شكرا، لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.